السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة بسيطة جدا سهلة جدا، هتعرفنا على برامج وأدوات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم. الذكاء الاصطناعي مش معمول للغش بس، لا، معمول ممكن تستفاد منه في التعليم، والحمد لله أغلب الأدوات دي إن لم يكن كلها كان عنها في بيم أريبيا. على سبيل المثال شات جي بي تي، وده أشهر حاجة إن أنت تقدر تعمل شات معاه، و دلوقتي اتعمل له ابديتد بحيث ان انت تقدر تتكلم مع صوت وتسمع وهو برضو يكلمك صوت، وترفع له صورة وهو يبدأ يترجمها. في نوع بدأ يبقى ابديتد بشوية في عند 2021، فدي كلها مزايا جميلة جدا. هو طبعا فري الا لو انت عايز حاجة افضل، يعني عندك 3.5 ده مجاني مفيش مشاكل، اللي هو 4 ده اللي هو ابجريد بفلوس. خلينا احنا في المجاني، شغال بالمجاني ما شغالش بفلوس ولا مره، وشغال معايا كويس، تمام. ده برضو موقع جميل جدا اهوت. الميزه ان هو بيقول لك كل حاجه، بيشرحها لك وبعد كده بيديك رابط للاداه وبيقول لك اذا كانت هو بفلوس ولا مجاني، تمام. ده انا بستخدمه كتير وحطه في قلب الادس اللي انا بستخدمها، تمام. تقدر تسأله أي سؤال هو يبدأ إن هو يجاوبك على الأسئلة بتاعتك. مثلا من هو مؤسس الأسرة 15 في مصر القديمة في عصر الأسرات؟ يبدأ بقى هو يقرأ الكتب كلها ويبدأ إن هو يجاوب عليها، تمام. هتلاقي ايه تولز كتيره، ده مثلا هوت كوبايلوت بحيث انه يساعدك في المذاكره، وهو مديك 30 يوم مجاني. ده انا بستخدمه كتير، حتى هو عندي بيعيد صياغه الجمله بشكل احترافي وحاجه جميله جدا. خلينا نفتحه لك اهوت. اي جمله بتكتبها هو بيعيد صياغتها بشكل جميل ستاندرد. في حاجات بقى بفلوس لو انت عايز حاجات اكاديميك او سيمبل او كرييتيف يبدا ان هو يبقى بفلوس. الباوربوينت برضو في ادوات كتير جدا، فيه جرامالي ده بيبدا يصطاد او يصلح لك الاخطاء الاملائيه ويعدلها لك. كانفا موقع بصمم فيه الصور اللي انا عايزها، اصمم الفيديوهات، خطير جدا، في حاجات كتير جدا جوه. طيب يوتيوب سامري وذ شات جي بي تي، ده بكل بساطه ان ممكن تخش على اي ملف فيديو على اليوتيوب فتلاقي ساعتين واحد زي حالاتي كده رغاي عمال يرغي، فتقول له لخصها لي. بيعتمد على ايه؟ بياخد التكست اللي موجود يعني الفيديو معاه مثلا سبتايتل، فالسبتايتل بيبدا ان هو يفهمه ويلخصه لك. سلايد اي اي ده بيقدر يعمل لك باوربوينت بشكل هايل. ادوب ايمج باك جراوند ريموفر ده تبع ادوب اكسبريس. ادوب اكسبريس عموما جميل جدا، يعني لما تدخل الموقع دوت قول له انا عايز ادوب اكسبريس هتلاقي فيه تولز كتير جدا، دي ميزه واحده فيه. انما هو الموقع يعني يعتبر فوتوشوب صغير اونلاين من غير ما تسطب، وجميل جدا. لو جيت هنا قلت له كرييت هتلاقي فيه ادوات كتيره جدا، تمام. فعشان كده بقول لك خش على ادوب اكسبريس على طول واستمتع بالتولز اللي فيه، هو فيه تولز كتيره جدا. يعني ديل اي ده بتقول له تكست ويحولها لك لصور. كانفا دخلنا على كانفا تاني، في تولز كتيره جدا في كانفا. ده يقدر يكون لك صور، مش عارف ايه اللي هيعلم في كده، بس هو بيعتمد على تقنيه اسمها جي ان ان هو يكون لك اي صوره جديده. بينج يقدر يخترع لك صور، تقدر تقول له على اي صوره تديه تكست ويحولها لك لصور. سامرايز يبدا يلخص لك اي فيديو او اي تكست عندك. تشارت جي بي تي يقدر يعمل لك تشارت، اكتب له بس اللي انت عايزه. رانوي ده موقع حلو جدا بيشتغل على الصور، يعمل مونتاج في الصور ويعمل مونتاج في الفيديو، جميل جدا.
شرحناه في بما قريب بالتفصيل يعني، فمش عايزين نكرره. دول تقريبا 30 أداة، 30 أداة حلوين جدا للذكاء الاصطناعي الخاص بالتعليم. أتمنى تعجبكم إن شاء الله.